امبارح كان في اجتماع وبكره واليوم في اجتماع، في اجتماعات متتالية، ولكن السؤال اليوم والهاجس الأكبر عندي وعند كل الناس، هل سيرفع الدعم أم لن يرفع الدعم؟ لأنه في بعض عم بيقول إنه لا، هيدا تهويل وبس لسياسة الضغط لدفع لبنان لتشكيل حكومة، أو لا عن جد رح يرفعوا الدعم، وشو الوضع حيكون؟ بتنسى علي ست شيرين امبارح هيك بالصدفة عم برجع على تويتر على الفيديوهات اللي نزلتهم هيك من أشهر لورا. طيب أنا ماني وزير وماني نايب وماني اقتصادي ومش شغلتي وما عندي مسؤولية. طيب نحن بشهر 10 حذرنا وقلنا اليوم في اجتماع بين الرئيس الدياب المصرفي المركزي ومفترض ينعمل خطة جدية حقيقية لإدارة مرحلة ما بعد رفع الدعم. نفس الحكي حكيناه بشهر 8 ونفس الحكي حكيناه بشهر 6 ونفس الحكي حكيناه من سنة مع حضرتك على صوت المدى وقلنا صحيح. يا جماعة بعد معنا هالقد وبتتذكري كنا 50 وبتذكر واحد كتير قلنا منيح العتب والإشارات اللي توجهت أكثر من مرة لأداء وزير الاقتصاد، وللأسف ما بعرف وزير نعم الاقتصاد وقلنا هون مش عم غيره. نحكي عنه بأي خلفية يمكن لا على لا مستوى أبدا، شخصي أنا يكون ما بعرف أحسن على المستوى إنسان، الشخصي حقيقة. لكن ما بيصير قلنا ما بيصير يا وزير الاقتصاد ومعك على صوت المدى روحوا اعملوا خطة جدية وحقيقية. طيب رحنا أبعد من هيك، رحنا شو بنستورد جديا وشو بندعم؟ نحن بندعم 3 قطاعات أساسية أو 4 قطاعات، المحروقات، القمح، الدواء، دواء. والسلة الغذائية. طيب أنا رحت بالسلة الغذائية بإخبار كامل متكامل مع ومش إخبار سطرين إنه في فساد بالسلة الغذائية، لا، حضرنا ملفات ل 65 شخص أخذوا واستفادوا من هاي السلة الغذائية وللأسف بلا ما يرخصوا الأسعار غلوها، وعززنا هذا الإخبار بمحاضر تفصيلية مع مستندات كاملة متكاملة ورحنا فيها على القضاء. لا القضاء عمل شيء ولا الإدارة عملت شيء، يعني ولا الإدارة ما بقى وقفت تشتغل معنا. طيب نحن بموضوع الدواء كمان مذكرة حضرتك من حوالي سنة حضرنا كمان ملف كامل متكامل على اللعب بفاتورة الدواء ومش شغلتنا، رحنا عند مجموعة كبيرة من الاختصاصيين وقلنا كيف فينا ننزل فاتورة الدواء من مليار و400 ل 700 مليون دولار وان شوت بضربة واحدة. نعم. المحروقات كمان طلع على لساننا شعر ونحن نقول اللواء عباس ابراهيم بصداقته وعلاقاته الشخصية مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمننا ناخذ فيول ببلاش نفط خام، نحن بحاجة لأمرين، أو نصلح المصفاي اللي عنا لنقدر نكرر النفط الخام ويصير مازوت وبنزين، او بدنا ناخده عشان مصفايه بمصر بالكويت بالامارات ونكرره ونجيبه لعنا. نعم. كمان طلع على لساننا شعر نحن ونحكي بس محليا هيدا يبحث اليوم اليوم، وقت يبحث اليوم هلا هلا هلا، اليوم عم بيبحثوا ما شيء هن اللي دايما كانوا يطعموا لازم الحجة والناس يعملوه، راجعة. كان لازم يعملوه هيدا الحكي من سنين من سنين. والامانه مش ذنب حسان دياب لوحده، لا حكومه حسان دياب تتحمل جزء لكن الجزء الاكبر بتتحمله كل الحكومات اللي مرقت. طيب ما كلنا بنعرف انه عم نستورد ب 21 مليار كلنا وعم نصدر ب 4 مليار، وبالتالي رح يجي وقت يعني قد ايه بدنا نصمد؟ ويوقع. نعم. احنا هاي السنه 2020 حسب الارقام التقديريه عفوا. استوردنا ب 10 مليار وصدرنا بمليارين، يعني عندنا عجز 8 مليار وفات حوالي مليار دولار من المستوردين، بقي 7 بقي مليار. 7. حوالي 7 مليار يعني مش عم بيجيبهم من بيت بي ورياض سلامه ولا عم يطبعهم بالسراي حسان دياب، هولي عم بياخدوهم من ودائع الناس الموجودة بمصر في لبنان. أوف، للأسف. طب هاي الودائع بدها تخلص، أكيد. آخر جلسة للمجلس المركزي أو قبل آخر جلسة صارح الحاكم نواب وقال لهم في 17 مليار مليار و860 و مليون دولار، 17 مليار و860 مليون دولار، أنا في أصرف 860 وعلى 17 بدي واقف 860 بيخلصوا بشباط. نحن عندنا حل من اثنين، أو يا بننزل بشباط عبوزنا طاب، يا اما فينا نعمل خطه جديه وبلا ما ننزل نشك عبوزنا نشك على اجرينا مثل المي مثل البحر. طب انا سؤالي هون، ما عم اذا في جديه بصراحه. اذا ما بدنا نشك لا على بوزنا ولا على اجرينا، مع انه نحن غرقانين يعني ومخلصين، بس وما بدنا نكون هالقد متشائمين، شو فينا نعمل يعني هلا؟ شو معقول يقدروا يعملوا اليوم؟ نحن بكانون ثاني، كانون اول، كله عفوا، وهم ست شيرين ما كله حيعملوا وهم. شيء؟ حيرفعوا لا الدعم يعني؟ لا لك شيء، خياراتنا صعبة. شو هي خيارات عندك؟ الخيار الأول رفع الدعم، ايه
وساعتها بيغلى البلد، بتصير الناس قدرتها الشرائية معدومة، بيفلت الأمن الاجتماعي، بناكل بعضنا على الطرقات. عندك الخيار الثاني اللي هو نضلنا عم ندعم، وبعد سنتين على معدل 17 مليار بيخلصوا كل المصريات وبيفلت البلد روحة بلا رجعة. وعندك الخيار الثالث هو ترشيد الدعم، يعني بنخلي هال 17 مليار بدهم يبقوا بلا ما يخلصوا بسنتين، نخلصهم بأربع سنين بخمس سنين لعل وعسى. طب هو احنا واصلين للمشكلة، واصلين، طب ايه، بس اذا بس قد ايه بتاخد معنا وقت. بس هو اذا قدرنا نعمل نحن سياسة ترشيد للدعم مثل عالم وناس، اكيد ما نروح نعمل مثل راؤول نعمة لما دعم الكاجو ودعم شغلات راؤول نعمة ما تفوت بالعقل. يعني انا ما باكل كاجو مثلا، ايه وكثير بس غير للأمانة عالم كمان، مش بس لانه للأمانة، لا ايه بس للأمانة، وأنا رح أرجع عيد، أنا الوحيد اللي رحت بملف السمنة الغذائية على القضاء بملف، وما تفضيلي بالكلمة هول القرطة الحرامية، كل ما دقيت فيهم بيركبوا لك 10,000 ملف، أو بجربوا يركبوا لك 10,000 ملف وبيأذوك ويمكن يأذوا عائلتك. لكن للأسف للأمانة السلة الغذائية هي 10% من قيمة الصادرات اللبنانية، الاستيراد اللبناني. يعني نحن فعليا بدك تفتشي على الدفع الكبير وبالمحروقات. طب بس بدي احنا أسألك على قصة محروقات وبين الإخبارات السبول اللي عم عندنا هلا تتقدم حوالي فيها. 5 مليار. نعم مزبوط، بس على الإخبارات بس سريعا، لأنه في كتير يعني ناشطين بالأحزاب السياسية، وفي وزراء وفي نواب وفي عالم عم بتقدم إخبارات. سؤالي سالم زهران، أنت عم بتتابع هذه الإخبارات والقضاء ما عم يتفاعل؟ بس هيدي اللي بدي أوضحها، لأن في ناس عم لا تقدم بيمشي إخبار القضاء وتروح بصراحة، بيمشي، لا بيمشي القضاء بمرحلة وبيرجع بيوقع بالمرحلة الثانية، بيمشي إذا كمل القضاء الإدارة ما بتنفذ، يعني ما اها، قصتنا معقدة هيدل فاضية. وما تفهم. بعرف إذا عن جد يمكن هيدي النظرية جديدة إنه هذا البلد يوقع ونرجع نكونه من أول وجديد، ما بعرف، لأنه يعني أنا ما عم صدق اللي عم يصير حوالينا، طب ما عم صدق إذا فيه عملنا بكل سياسة صراحة. ترشيد للدعم وقدرنا خلال، إذا هي بتضايقنا لنفترض 4 أو 5 سنين، ما بنقدر صح بخلال هالسياسة الترشيد للدعم نروح بخلال ال4 5 سنين، ما بعرف، على صندوق النقد الدولي، على البنك الدولي، على الدعم بالحكومة اللي الدول. كان، بالحكومة اللي كان فيها بعتقد رائد خوري وزير الاقتصاد، رحنا دفعنا $1.5 مليون وحكينا مع شركة ماكنزي وعملتنا دراسة كيف بنحول الاقتصاد اللبناني من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد منتج. مذكرة صحيح، هذه الدراسة لو بوقتها نفذناها كنا هلا وصلنا واقفين على اجرينا. طيب احنا تو ليت، عم نتاخر. ايه مظبوط، ممكن اذا نبلش هلا خطه، ما هي هين القصه، استيراد وتصدير. هلا حضرتك مع كورونا كل يوم بتحطي ميزان الحراره بتشوفي حرارتي، وبتحطي مكنه الاكسجين الصغيره لتشوفي قد ايه الاكسجين نسبة بالدم عندك. الأكسجين. الدول هينه، انت باي دوله بدك تروحي عليها تشتغلي فيها بتقولي شو بيصدر شو بيستورد، قد ايه عنده عجز في الميزان التجاري، وقد ايه حجم الاقتصاد العام تاعه. يعني نحن حجم الاقتصاد كان عم يرجع من 50 مليار ل 30 مليار وبعد شوي ل 20 مليار. نحن عجز بميزان التجاري، حكينا لحضرتك عندنا 7 مليار دولار بحاجه كل سنه ندفعهم، نحن ما بنطبع مليارات، نحن عم نمد ايدنا على مليارات الناس وبنعطيهم بدلهم لبناني. طيب مليارات الناس رح يخلصوا، ما بقى في واحد بالعالم رح يسترجع يحط مصاري بلبنان، لانه المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. مرتين. ما هيك؟ نعم. وبالتالي ما بدها كثير، ما بدنا نخفف استيراد. كيف بنخفف استيراد؟ بالمحروقات، بنروح نعمل اتفاق مع العراقيين مباشر، بنوفر عمولة التجار والنسب اللي بيربحوها. طيب بالدواء بدنا نجرب نعمل معامل أدوية ونخفف فاتورتنا كمان، ونجيب جينيريك مثل ما بنجيب براند على القليل 50-50 نص بنص. وبالأكل وبالطحين وقت بالطحين بتجينا مساعدات، مش بنكبها ولا تعفن لا، وبالزراعه بدنا نزرع وبالصناعه بدنا نزرع. مع هيك رح يضل عندنا رقم ناقص، هذا الرقم هو اموال المغتربين، المغتربين كانوا يحاولوا في وقت من الاوقات 11 مليار دولار، بعدين صاروا 8 مليار، بعدين هالسنه صاروا مليار، نزلوا لاسباب، للاسف جزء منه له علاقه انه الوضع برا مش احسن من الوضع جوا، وجزء منها الجزء الامريكان، الثاني انه ما بقى يوثقوا بهذا البلد، والجزء الثالث العقوبات. يعني اذا بتشقق كل هاي المشاكل يمكن البلد يوقف على اجراء، بس هيدا البلد اليوم بظل التطبيع مع اسرائيل، بعد في عنا سكي، بعد في عنا كازينو، بعد في عنا بنك، بعد في عنا، لا هذا الموديل انتهى، خلينا ندور على موديل جديد، طيب خلينا ندور على موديل بس جديد بالاجمال فيه شوية صناعة وشوية زراعة، ما بدها كثير يعني على امل عن جد، لانه في عنا زراعة كثير منيحة،
في عنا إنتاج لبناني وصناعة لبنانية بجودة عالية كتير، وفخامة الرئيس إذا ماني غلطانة الأسبوع الماضي توجه للصناعيين وقال خلي الناس فعلا تشجع الصناعة. بس باختصار رح يرفعوا الدعم أو ما رح يرفعوا الدعم، هيك بدي إياها مباشرة. عم بتجرب هيدي الحكومة تشوط الكرة على الحكومة الحكومة اللي جاي، المقبلة وعم بتجرب هيدي الحكومة تقول إذا في حكومة من هلا لشهر شو بدنا برفع الدعم، خليها هي ترفع الدعم. بصراحة أها. هيدا رأي، في رأي تاني عم بيقول لا خلينا نبلش بترشيد الدعم من هلا على القليلة بالبنزين ونترك المازوت، ولازم ينترك المازوت مدعوم، لأنه المازوت بيروح بشكل أساسي وكبير للفقراء، والمازوت هلا بالشتوية كارثة صحيح. قطعته كارثة. أما البنزين إيه عم ينعمل شيء جدي، أو عم يفكروا بشيء جدي، ما بعرف قد جدي لأنه من سنة هذا الحكي، شيء جدي كان لازم تعمله دغري، إنه ترفع سعر الصفيحة وينعطى بونات بنزين لسائق التاكسي للناس الموظفين. لا 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 لا، وهيدي صارت بحكومات سابقة. رح اجرب امن لحضرتك مشان نكون دقيق، امتى بالضبط صارت؟ كانت الدولة اللبنانية تعطي بعتقد 12 تنك بنزين لكل سائق تاكسي عمومي دعم. أها. وبالتالي فينا نعمل هذه الاستراتيجية ونخفف عدد كبير من فاتورتنا، نروح نركض عند العراقية نعجل نوقع نحن وياهم، ونوقع نحن ومصفاية إذا ما بدنا نصلح المصفاية الموجودة بلبنان، ونبلش نجيب فيول، هيك بنأجل فاتورتنا، لأنه العراقية ما راح نحاسبهم كل باخرة بباخرتها، لا صحيح. بنحاسبهم بعد سنة أو بعد سنتين. بهذه الطريقة فينا نوقف عجلنا. باختصار، تفضل. الحكومة الحالية تحاول أن تبقي الدعم كما هو عليه لمدة شهرين على أن تتولى الحكومة المقبلة ترشيد الدعم. يعني على أمل. طب تفضل. الرئيس الحريري ضمنا بيتمنى إنه ينفجر لغم رفع الدعم بوجه هي الحكومة، وبيجي هو لحتى ورفع يزمط هو. الدعم مرفوع لحتى هو يزمط من مواجهة الناس، وهذا يمكن جزء من أسباب تأخير ولادة تشكيل الحكومة. أوف،